عاد قلمي محلقا من جديد لأمي وأميرتها مها يكتب من الوريد لوحة القلب السعيد. أتمنى أن تحوز على رضاكم وإعجابكم وترا وحرفا وفرحا. تسلم يمينك وانت رافع الشهادة، يحق لك علينا نرفع لك الراس. ما هي على بنت الشيوخ حاجة غريبة، من صغرها في ساحة المجد لها ساس. تسلم يمينك وانت رافع الشهادة، يحق لك علينا نرفع لك الراس. ما هي على بنت الشيوخ حاجة غريبة، من صغرها في ساحة المجد لها ساس. تباري نجوم السماء البعيدة، وتلاعب الجدي ويفخر بها هاي. في يدها تزهى الشهادة وثيقة، ونهتف نعم للفوز ولا لا للياس. مرايا الدنا بالحياة الجديدة، حين تناظرها وحين ياخذها انعاس. خطت مع النجوم صفحة جديدة، تصدر الطرق وذوق واحساس. نزلت من المجرة بساعة جديدة، تعلن موعد فرحها وبرمش ناعاس. تسلم يمينك وانت رافع الشهادة، يحق لك علينا نرفع لك الراس. ما هي على بنت الشيوخ حاجة غريبة، من صغرها في ساحة المجد لها ساس. تباري نجوم السماء البعيدة، وتلاعب الجدي ويفخر بها هاي. في يدها تزهى الشهادة وثيقة، ونهتف نعم للفوز ولا لا للياس. مرايا الدنا بالحياة الجديدة، حين تناظرها وحين ياخذها انعاس. خطت مع النجوم صفحة جديدة، بتصدر الطرق وذوق واحساس. نزلت من المجرة بساعة جديدة، تعلن موعد فرحها وبرمش ناعاس. جوال 0501 3468 66